البطل الأولمبي توفيق مخلوفي يعلن عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو. توفيق مخلوفي، انتظرت آخر لحظة لاتخاذ القرار لكونه صعب ومهم لي. يحزنني أن أعلمكم بأنني لن أكون في الطائرة التي تحمل الدفعة الثانية من بعثتنا التي أتمنى لها كل التوفيق إلى طوكيو يوم 26 جويلية. كان لابد أن أستمع إلى جسمي وركبتي التي شوشت مع وباء كورونا الذي أصابني العام الماضي على تحضيراتي خلال هذه الأوقات الصعبة. كل من وزارة الشبيبة والرياضة، راعي الرسمي موبيليس، وكذلك الفيدرالية الجزائرية لألعاب القوة منحوني الدعم اللازم. لو كنت لأستمع إلى قلبي لشاركت وأنا أحمل علم الجزائر على بذلتي وركضت لكم لأحاول الحصول على ميدالية أخرى، لكن فضلت أن لا أعطيكم أملا زائفا لأني حبي لكم وللجزائر خالص وصادق.